أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن شروط السيدة الأنيقة. خلينا نبلش ونقول أول شغلة هي أنه ما بتلبس ملابس منا لايقة ولا بتلبس إشياء كتير ضيقة. خليني أعطيكم تيب صغير، حتى أنتوا عم تشتروا ملابس إن كانت داخلية أم خارجية مثل بانتالون مثل تنورة، لازم دايما يقطع إصبعين بين الجسم وبين القطعة. هيدا ما بيعني إنها بتكون واسعة، لا، بس بتكون نازلة، وهيدا القياس الطبيعي لكل سيدة. سيدة الأنيقة أكيد ما بتنبش إنها تكون سكسي، مش هيدا هدفها. هدفها تعرف قيمة ذاتها. كل صبية منا لازم تعرف قيمة ذاتها وتعرف إنه هي معليه إذا ما انعجبوا أول ما بتدخل عند الأشخاص. المهم ما ينسوها. خلينا نحكي بالتاني نقطة. سيدة الأنيقة ما بتبين إنه عدم ثقة بحالها أبداً. كلنا منقطع بظرف إنه يمكن ما عنا ثقة بحالنا، بس ما منظهر. سيدة الأنيقة لازم تعرفوا إنه هي بتشتغل على حالها لما تبين ولا تظهر للعالم إنه هي ملبكة. كيف؟ بدنا نرجع لقواعد الإتيكيت اللي بتقول السيدة الأنيقة بتطلع بالأشخاص عين بعين ومش بتحدي. سيدة الأنيقة قعدتها بتكون لايقة. ما حتشوفوا سيدة أنيقة قاعدة هيك ولا بأي شكل من الأشكال حتشوفوها ملبكة بجسمها أبداً. هي بتعرف إنه هلأ طالما هي موجودة يعني كل الاحترام لإلها. تالت نقطة هي إنه السيدة الأنيقة أكيد منا لغة الجسد تبعها عدوانية. أولاً بصوتها، كتير لازم نشتغل على الصوت تبعنا. تانياً بحركاتها، يعني لما بتكون عم تاخد شغلة تخدها بكل أنوثة، ومرة على مرة صدقوني الإنسان بيتعود على شيء. سيدة الأنيقة ما بتضحك على صوت عالي حتى لو كانت هي لحالها. منضحك ومننبسط أكيد ما في شك، بس مش ضروري على صوت عالي وننقذ الناس اللي موجودين حوالينا. رابع شغلي، وهيدا كلكم رح تقولوا مع حق، الكلام. يعني قدي بدنا ننتبه للكلام. السيدة اللي بتعرف قيمة الكلمة وبتعرف قيمة ذاتها، تأكدوا إنه هي ما بتغطي فراغ. مش إذا ناس ساكتين هي مضطرة تحكي بس لتحكي. أكيد ما بتسأل سؤالات أبداً خصوصية، بتنطر الناس ليحكوا معها لهي تجاوبهم. سيدة الأنيقة بتعرف تسمع، وهيدي اللي لازم كلنا نشتغل عليها. كلمة ما إلى لزوم ما بتقولها. وهون بدي أقول شغلة، كتير عالم تعتبرها أنه طبيعية ما فيها شيء، أنه أنا رايحة على الحمام، أنا ما قدرت جاوبك على التليفون كنت عم بتحمم. لا لا لا، صدقوني في يقول أني بعتذر، رايحة دقيقتين وراجعة، وإذا ما قدرت جاوبت على التليفون ما سمعت التليفون. خامس نقطة، وهي العادات السيئة اللي بعض الأوقات البعض بيعملها. مثلاً منكون قاعدين ومنطقطق هيك بصبيع إيدينا، أم تبقى قاعدة وهي تعبانة بتطقطق هيك برقبتها، أم البعض كمان بيأكلوا ضفيرهم. وكمان اللي أزعج شي هو العلكة. نبقوا قاعدين إنه نحنا منحضر كتير فلومة أمريكانية، يعني لازم نقعد نعلق كل النهار. أبداً، العلكة بتنحط لنغير بس طعمة التم، 5 دقايق 10 دقايق ومنرميها. هيدول أمور صغيرة بس بتأثر كتير بالسيدة الأنيقة. عنا آخر وحدة، وهي كتير ناس رح يوافقوني عليها، وهي إنه ما نطارد الشباب. ما بفتكر في صبية تحترم حالها،
تعرف قيمة ذاتها، مربيين أهلها على قيمة ذاتها، أم حتى لو كانت صارت بعمر معين بتطارد الشاب. أنا ما عم بقول إنه نحن ما مننعجب، أكيد، وما منحسس الأشخاص إنه هن مهمين بحياتنا، بس ما منطاردون، حتى ما منطارد أصحابنا إذا هن مش حابين يحكوا معنا. معليش بتقطع، منحط حدود بحياتنا، وبتشوفوا قديش بتكونوا مرتاحين بالمجتمع تبعكم. بتمنى عليكم النقطة اللي رح تشتغلوا عليها تحطوا لي إياها بالتعليقات تبعكم، وأنا بشكركم. إذا عجبكم الفيديو سبسكرايب